ذاك الذي ترى، ليس تضاريس، ليس دروبا وشوارع وبنايات، ذاك الذي ترى صدور وقلوب وأمنيات، ذاك الذي ترى مصر وحدها تتفرد على العالم بأن حدودها الإنسان يختال بلباسه العربي في سينا وسلوم، يزهو بالجلباب في حقول القمح حتى السودان، يلقي بشباك الصيد مختالا بزيه البراحي في الإسكندرية وبورسعيد وعلى طول سواحل مصر، أو يرتدي بدلة العامل في مصنع بالمحلة أو كفر الدوار. لا بلد بلدي أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري. لكنه هنا أو هناك، بعيدا أو قريبا، غالبا لديه شيء لا مجال فيه للاختيار. الهتاف واحد والنشيد واحد. تمرير أو جول، جول جول جول، عرضية جوه منطقة الجزاء وبالكعبة، الله الله. وربما الملبس واحد، الفانيلة الحمراء، ذاك ما يرتديه الجميع وهم يستعدون للموعد الأثير مع الفرحة. فالفرحة لا تواعد إلا هؤلاء، ليسوا بحاجة إلى إحصائية تقول كم عددهم، فقط اهتف أهلي وسترى كل مصر هناك، ليبدو أن الوطن هو الأهلي والأهلي وطن. مصر والأهلي، ذاك الجالس في الباص يضحك فجأة، أضحكه الأهلي، هذا السائر يقفز فوق الأرض ليخطف بيديه أمنية طائرة، ذاهب في موعد للأهلي، صياد الفراشات يشجع الأهلي، معلم كتب على الصبورة تاريخ اليوم وعنوان الدرس باللون الأحمر يشجع الأهلي، طبيب الأطفال يداعب طفلا ويطمئن أبويه، على الجدار هناك شعار للأهلي، ولدك النائم في دعة علق خلف الباب فانيلة الأهلي. في مصر الأهلي أكبر من ناد ومن بطولة ومن انتصار، الأهلي قصة حب ووفاء، أرض وسماء، طريق وضياء. هل تذكر أيام الأبيض والأسود وأيام المذياع؟ كيف كنت ترى اللون الأحمر؟ كيف كان مع الأيام أبهى لون وأصدق لون؟ كيف كان يكفيك الصوت ليطبع بداخلك الملامح فترسم الخطيب على جدار غرفتك مع جدول الدروس أو في صفحة الكشكول الأولى قبل الشرح؟ كيف يختلط لديك مصطفى عبده بالمجري حين تدوي صافرة القطار؟ كيف أشرق الأهلي في القلب ألف نهار ونهار؟ هل تذكر تلك الصور القديمة؟ كم ألفا منها جمعت؟ ما زلت تذكر كيف كانت تؤنسك مع الرفاق؟ كما تذكر تلك الشجرة التي ما زال محفورا عليها نتيجة أول انتصار توقعته ولم يخب؟ سعيد لأن كل رهاناتك مع الأهلي لم تكن خاسرة. يا أهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتيبك، شوف جنونك والحشود، شوف غايات مصر في كل العهود،
شوف وسجل بيها امجاد القلوب. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الامان. الاهلي ومصر ذكريات وتاريخ، ماض وحاضر. هذا الحلم الذي ما زال شابا عمره أكثر من 100 عام، هذا شأن الأحلام، تزداد وضوحا وشبابا بمرور العمر. حين يصبح الحلم هو العمر، حين يكون الحلم أهلي تفسره الأسماء، يصبح كل ما سواه هباء، يصبح كالأهلي استثناء. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة أن النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 واحد. أعظم أحلام مصر فسرها الأهلي، كان دوما على قدرها، كان يعرف إنه من بلد صنع التاريخ، فصنعه أيضا التاريخ، تسيد أفريقيا وأصبح بطل القرن. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الجهاز. Let we meet again in presentation of the same honor. واحتكر في الكرة أروع أشكال الفن، قدم للمنتخبات نجوما وقامات أبهروا الدنيا وصنعوا الإنجازات، شارك في كأس العالم للأندية وترك بها علامة. لم يكن يوما مجرد رقم أو ناد من الأندية، كان الحل والأحجية، الأمل والأمنية، دوما كان هناك، هناك في قمة عالية. ماذا تسمي أقرب الناس إليك؟ تقول عنهم أهلي. هكذا كان الفارس الأحمر ومصر، ربما لذلك مصر هواها أهلي. معظم من على أرضها شكل الأهلي أعظم ذكرياتهم، وتركوا حبا ميراثا لأبنائهم. دليلك هذا المشهد المعروف حين تضج الشوارع بالفرحة والهتاف. هناك في تلك المدرجات حيث اللون الأحمر والقلب الأحمر أقصى وأقرب زاوية للفرحة، القادمون إلى هنا لم يأتوا الآن، إنهم يجلسون منذ قرابة 115 عاما، منذ أن جرى في مصر مع النيل حلمها الجميل. الأهلي أشياء كثيرة، تلك التي تقبل الاختيار، لكن الأهلي قرار، قرار أن تفرح، أن تقفز، أن تصدح بالغناء. الأهلي في مصر غنى وماء وراحة من عنا. سل كل من تصادف أو لا تسل، تلك خلاصة 100 عام لكل من سأل. أجمل ما في مصر الأهلي. هلا علي يا مصر يا مشعل.